في ظل تنامي موجات الهجرة وما يرافقها من ممارسات عنصرية وتحريض على الكراهية، يحيي العالم اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري اليوم الذي اختارت له الأمم المتحدة هذه السنة شعار التنميط العنصري والتحريض على الكراهية، بما في ذلك ما يتعلق بالهجرة. وحول هذا الموضوع أعدت لنا الزميلة حنان ظهر التقرير التالي. على الرغم من كل التطور الذي وصل إليه البشر والانفتاح التواصلي بين الشعوب، ما يزال العالم يعاني من تنامي العنصرية والتنميط القائم على العرق والدين والجنسية. وقد نصت كافة المواثيق الدولية على أن لكل شخص الحق في التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز، حيث يعتبر الحق في المساواة وعدم التمييز الأساس في قانون حقوق الإنسان. ويشكل اللاجئون والمهاجرون أهدافا معينة من التنميط العنصري والتحريض على الكراهية. وأدانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال إعلان نيويورك لشؤون اللاجئين والمهاجرين بشدة الأعمال والمظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب. ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والخطابات والجرائم المفعمة بالكراهية. وأظهرت إحصائيات رسمية بريطانية زيادة كبيرة في جرائم ارتكبت بدافع الكراهية في الأسابيع التي تلت الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، حيث شكلت الهجرة فيه قضية طاغية. وينسى الناس أن جميع الأديان السماوية ارتكزت على أساس المساواة والعدل واحترام الآخر، وقد قال الله تعالى في الآية القرآنية: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.